لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن من أشد أنواع الغفلة والتي يتفرع عنها أنواع أخرى كثيرة لا تعد ولا تحصى، الغفلة عن ذكر رب العالمين. نوعية غفلة وحاكمدة نوعية فربدن وكلنا كفر عميان وتربدن لكو بكرن أدونك وإنو نغض مد موقن حسك إلهي سبحانه وتعالى لا يذكر الله بقلبي، إلهي قلبي قيسكم حصه، ليس في قلبه تعظيم لله ولا محبة لربه ولا خوف ولا رجاء ولا استحياء من الله. قلبي قيس مر والبكو ما تيرتو وينين إلهي وينينية يا محبيك القعين إلهي وهيا يا بقى إلهي وكبقني يا رجاء وكقبى ربي رحمة ديسا يا حشود إلهي وكحشون يا حمانتك عليا حتى إذا دعا لا يستجاب دعاؤه. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. إلهي الدعاء كما أقبل أبو الرسول عليه الصلاة والسلام قلبي غفل ديسن وموقن إلهي سبحانه وتعالى ومشقول سنو أدو يكو مار الروب يكو مقن إلهي وعرب ككبر يا قعمان كربو تاقيا. وقلبه غافل عن الله، قلبي قيسنا إلهي وموقن يهي لا يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى ولا رحمته ولا فضله ولا إحسانه. انت منا ما حسوسنا دعاء لك ما أقبل يبو الرسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم. وحاكم إذا الغفلة نعربك نغدا مدكين ققن حسك إلهي سبحانه وتعالى، وإلهي سبحانه وتعالى آن حسن أم حسك سببك يريهي لا يقرأ قرآنا ولا يحافظ على أذكار الصباح والمساء وغير ذلك من الأذكار. قرآن بما بآخري وقبل دعي يوابري مصحف كما مفر دشنا كما آخري هجر القرآن، قرآن كيف كهجر ودو قوي إلهينا سبحانه وتعالى محص صبحي قلبتي وأذكارتي يدعين كنبي محمد النبري يغنى وربا وما هيا دو دون دشو كهيا لكن وغافل عنها وموقيا يوم حصوصنا. وكذلك في جميع أحواله أمره على عكس ما كان النبي عليه الصلاة والسلام حال كي سوحو طوص أما سيد ما يسترانو خلاف سيئي سيدوها حال كي رسولك. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نبي محمد وحوها إلهي مدحصة حال كسته في جميع الأوقات والأمكنة والأزمنة وقت كسته يمال كسته يحال كسته وكتره. وكان من أشد الناس ذكرا ودعاء لربي في حال الشغل بالحرب حال الدقال وكو مشغول سيهي إذا كواهي بقريان وحال رسولك عليه الصلاة والسلام ذاتك كود عبدا يحسك إلهي سبحانه وتعالى وهي إلهي بريد إنسا يحسك إسا يالقو قارا قول يقع عنصر وعدو قال لك إيشو إلهي وحيري سبحانه وتعالى يسغل إنه قد دقايا الغفل عن ذكره. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ربك حس أذو اسم قشيني وأنت خاشع منكسر القلب أذو خشوع سن وقلبك أقو إلهي وصدو الدقاي خاص أذو دقاي حسك إلهي. وقرآن قادهين قرما قلن كهورة إيا قلن كالدنب ولا تكن من الغافلين هدانا دلائي حسن قلن هوري إيا قلن دنب هبين يا مالي يسوسو وريقي 24 ساعة. فأنت بحكم هذه الآية من الغافلين
sida ayadan ilaahay uu ku xukumay waxaad ka mid tahay kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala moogan in lam taqra cala alaqal 50 aaya min alquraan alkariim faanta min alghaafiliin haddaanad konton aayo qur-aanka ka akhriyin ugu yaraan saxaabadu qofka sidaasa waxay ku tirin jireen min alghaafiliin wuxuu ihi cabdullahi ibnu mascuud see daarami wariyey man qaraa fii leylati 50 aaya lam yuktab min alghaafiliin ka habeen akhriya konton aayadood laguma daro liiska kuwa ilaahay moogan ee ghaafiliinta ah abu umaamana wuxuu yidhi رضي الله عنه وصحابي كلا من قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين بقول آيات كهبين كي أخرية أما السودة بهو أخرية ما كنت كذي ليس كغافلين تلو مدره كنت يبقل تربضا بأولا حيصة وحانا ينكفى من مقصود كوينو إياهي يوجددو كثرة الذكر قفك حسك إلهي فربضية يا قراءة القرآن يا قرآن كان تعاهد مر البكور هيا لا يكون من الغافلين